شفت التشكيل ازاي؟ يعني تشكيل المباراه كله شاف التشكيل منطقي جدا، اللعيبه الاجهز هي اللي بتبدا، ما فيهوش اي تغييرات. يعني عواد كان بادئ في حراس المرمى، عبد الغني، حسام عبد المجيد، حمزه المسلوسي، ما فيش اختلاف على الخط الخلفي. في خط النص محمد اشرف، رؤى، عمرو السيسي بيبدا لاول مره، سيد عبد الله نيمار ناحيه اليمين، عمر جابر ناحيه الشمال، واحمد مصطفى، زيزو، مصطفى شلبي، وقدامهم سيف الجزيرة. شفت التشكيل ازاي؟ وكان ايه توقعك لبدايه المباراه دي؟ يعني هو احنا في اتنين صفقتين مهمين جدا وسط المجموعه، السيسي وشلبي، وكانوا من نجوم المباراه. صحيح. صفقتين مهمين جدا وادوا اداء ولا اروع. شفنا مصطفى شلبي المهاره بتاعته، ياخد ضربه جزاء وعمل اكتر من اسيست وعمل اكتر من هجمه، يمكن كان بدايه لمسته كمان من السوبر، لما نزل شويه في السوبر برضه مصطفى شلبي عمل شغل طبعا كويس. عندك السيسي، عندك لاعب متكامل في نص الملعب، اول حاجه بيقطع كويس، وتاني حاجه بيسلم صح، فدي ميزه كويسه في الوسط المدافع، انه انت تقطع الهجمات وتريح المدافعين اللي وراك وتسلم الكوره صح للعيبه اللي جنبك. صفقتين مهمين دخلوا وسط المجموعة، انسجموا بسرعة. احنا عندنا مشكلة ناحية الدفاع، ناحية الشمال طبعا الفتوح، فتوح مصاب، وعندنا عبد الشافي مصاب، وعندنا عبد الله جمعة راجع من إصابة بالظبط، لسه فما كانش عنده حلول، ما كانش عنده حلول انه يلعب ناحية الشمال غير عمر جابر. عمر جابر لعيب خبرة ولعب قبل كده في المنتخب وبيراميدز والزمالك، وبيجيد ممكن يلعب. انا قلت قبل في بدايه في برنامج قبل كده انه من اهم الصفقات عمر جابر جوكر، لانه هو بيلعب في اي حته، وفعلا استفدنا منه في ناحيه الشمال وكان من نجوم المباراه، ومن نجوم المباراه. يعني انا شايف ان عمر جابر حل من الحلول. عندنا الونش طبعا مصاب، عندنا اكتر من لاعب، عندنا الونش وسامسونج، سامسونج يعني احنا كنا محتاجين صفقة، احنا محتاجين سامسونج، لانه هو لعب اول مباراه لعبها ربع ساعه وجاب جون، ف بس الاصابه طبعا احنا معذور، الجهاز الفني معذور، عندنا اكتر من اصابه، ست سبع لعيبه مصابين ولاعيبه اساسيين، فانت كونك تجتهد وتعمل تشكيله وتكسب وتلعب شوط ولا اروع الشوط الاولاني، لانه الشوط الثاني انا زي ما قلت لك الفرق دي كان لازم نعزز الهدف بهدف تاني. صحيح. عشان تسهل عليك انت كلعيبه وكجهاز. الزمالك فرط في الفوز؟ احنا فرطنا في الفوز الشوط الاولاني، لكن لو انت قلت انا يعني نتيجه عادله، لا يعني نتيجه يعني عادله لو الزمالك سيطر، لو الزمالك سيطر في الشوط الاول كان ممكن نكسب اكتر من هدف، انما الشوط الثاني كان معظمه سيطره لامبي، واحنا في تراجع غير مبرر، وما عندناش اللعيب زي ما قلت لك ان هو ينقل الحاله من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، وان احنا نكون عندنا سرعات في المساحات، ما كانش عندنا اللعيب في المواصفات دي. لكن انا بقول برضو ايه، يعني لسه بدري زي ما قلت، وان شاء الله باذن الله الزمالك يرجع اقوى من كده باذن الله بعد فتره توقف.